انفجار بعملة اليو اس دي سي، اخبار جديدة عن هاي العملة. شباب هاي اربحنا من قناة التليجرام، واذا كنت بتفضل صفقات استثمارية مرابحة اكتر من 500% انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. صديقي لا تنسى تترك لي تعليق باسفل الفيديو لتكون احد الرابحين معي بيوم غد. انفجار العملة اجى نتيجة ازالة العلامة التحذيرية من قبل منصة باينانس. طبعا هذا دعم كبير لعملة اليو اس تي سي ولعملة لونا كلاسيك. شباب مع الاقتراح الاخير لربط عملة اللونا باليو اس تي سي مع كسر هذا النموذج ممكن نشوف انفجار وكسرنا الى الاعلى. شباب انا حاليا داخل بهي العملة واول اهدافي عند 36 سنت. وطبعا صديقي استثمارك هو قرارك الشخصي. صديقي وإذا كنت أول مرة عم بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية، مهم كتير تترك لي رأيك بالتعليقات لتكون أحد الرابحين معي بيوم غد. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد.